فرنسا تعيش أسوأ كوابيسها بسبب علاقتها بمستعمراتها السابقة في أفريقيا. فمن كان يخطر بباله أن الدول الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر تقوم بتظاهرات حاشدة في كل من بوركينا فاسو والسنغال والنيجر، رافعين شعارات تتهم فرنسا برعاية الإرهاب وقيادة الانقلابات في أفريقيا، وأن تقوم مالي بطرد السفير الفرنسي من بلادها. الصحيفة الباريسية تدعو الرئيس ماكرون لإقناع نظيره السنغالي ماكي سال بمغادرة السلطة عام 2024 كي لا تتعرض مصالح فرنسا للخطر في هذا البلد الاستراتيجي. والسبب أن منافس الرئيس السنغالي حاليا يساري شعبوي مناهض للاستعمار اسمه عثمان سونكو. ترى باريس بوصوله إلى السلطة في داكار إشارة إلى رفض شعبي للسياسة الفرنسية في هذا البلد الإفريقي الذي ما زال النفوذ الفرنسي فيه قويا. فرنسا اليوم أمام جيل جديد من الأفارقة أصبحوا واعين بتاريخهم ومنفتحين على العالم. سئموا فرنسا لنهبها ثرواتهم لقرنين، وباتوا قادرين على تحمل مسؤوليتهم بأنفسهم. كذلك فإن الشعوب الأفريقية فطنت إلى ازدواجية المعايير التي تستعملها فرنسا عندما يتعلق الأمر بمصالحها. لقد أصبح النفوذ الفرنسي في مستعمراتها الأفريقية يواجه تحديا كبيرا نتيجة أزمة ثقة حقيقية تراكمت طوال عشرات السنين، جعلت شعوب هذه الدول تكره فرنسا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.